لاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني المغربي المعروف بالسيمو مباشرة عبر تقنية سكايب. مساء الخير سي محمد سابق. مساء الخير الأخ عادل، مساء الخير الضيوف الكرام الأخ مشعل المباركي والأخ الزيدي، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. إذا محمد سابق المعروف بالسيمو، أولا نسولك إدارة طنجة والأجواء في طنجة العالية والجميلة والرائعة. كاين شوية البرد. إوا مع هاد الأجواء ديال منافسات بطولة أمم أفريقيا، يعني ندفعوا بالأداء وندفعوا إن شاء الله بالأداء ديال المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله في مباراة يوم الغد أمام غانا. بداية سيمو، يعني شنو يمكن تقولنا بخصوص الآن البداية ديال المنتخب الوطني المغربي بعد الانتصار اللي حققوا على غانا واللقاء إن شاء الله ديال يوم الغد أمام منتخب جزر القمر؟ فكما كيعرف الجميع الأخ عادل، فالفريق الوطني دائما هو كيكون هو المرشح الأول، خصوصا في هذه الآونة الأخيرة. فحنا كينقصنا واحد اللقب اللي لقب غالي من بعد 76، فكنتمنى بأن إن شاء الله يكون الحظ ديالنا في الدورة هذه. فالأجواء اللي كانت كما كيعرف في هذه الأجواء ديال الكوفيد، فالعالم كامل ضر، وخصوصا في المنافسة الإفريقية فكاينة مشاكل كبيرة، لكن الظروف هي على الجميع. فالحمد لله الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت جميع الظروف، إدارة التقنية هي واعية بالمسؤولية اللي عليها، اللاعبين كذلك واعيين بالمسؤولية اللي عليهم. فالحمد لله انطلقت المقابلة الأولى، فالكل كتعرف بأن المقابلة الأولى هي المفتاح ديال البطولة. فإما تقدر تمشي بعيد في البطولة، يا إما تعترك في الأدوار المقبلة. فالحمد لله كان انتصار اللي هو مهم، رغم أن الأداء ما كانش في المستوى الكبير، لكن المهم اللي كتهم خصوصا في المقابله الاولى هو الانتصار. والحمد لله العناصر بينوا على ان عندهم واحد الروح قتاليه، واستطاعوا باش يجيبوا ثلاثه نقاط اللي هي غاليه، وبالنسبه باش يسيروا هذه المقابلات الباقيه. بالفعل سي محمد، ربما في نظرك شنو هي الامور اللي تخلينا نتفائلوا بهذا الجيل؟ هذه الاسماء الان كنشوفوا كاين واحد كوكتيل ديال المواهب، ديال اسماء فيها بعض الاسماء اللي قليله هي مجربه، لكن هناك اسماء ربما كتطمح انها تسعد الجماهير، كيظهر ذلك من خلال ارتسامات، من خلال ما تحاول ان تقدمه في رقعه الميدان. فالعناصر فهي عناصر كبيره، لعبه كبار ما شاء الله كيلعبوا في اكبر البطولات. فعندنا حارس من احسن الحراس في العالم، يقدر يتصنف الان في هذه الاونه من احسن الحراس في العالم، بين احسن الحراس في العالم. عندنا لاعبين كبار كيلعبوا في بطولات اوروبيه كبيره. فالحمد لله الظروف كامله مواتيه، وان شاء الله كنتمنى ان هاد اللاعبين باش يدخلوا يسجلوا اسمهم من دهب في التاريخ ديال الكره الوطنيه والكره الافريقيه. نتمنى ذلك. محمد سابق، خليك واحد الكلمه، كنعرفوا طنجه والناس ديال طنجه ولا الناس ديال الشمال، طنجه تطوان الشام العرايش وما الى ذلك، يعني ناس اللي شغفها كبير وحبها كبير للمنتخب الوطني المغربي، وهذه ايام يعني اكيد لمستي كيفاش المتابعه ديال مباريات المنتخب الوطني والانتظارات والترقبات ديال هاد الجماهير الجميله والرائعه. كما كتعرف الجمهور ديال الشمال جمهور خاص، الكل كيموت على الكره هنايا، الكل كيشجع بواحد الصراحه بواحد الشغف للمنتخب الوطني المغربي، والجميع متفائل صراحه، متفائلين باش ان شاء الله يحققوا هذا اللقب هذا ان شاء الله الغالي اللي غيهديو لجميع الجماهير المغربيه. نتمنى ذلك. شكرا لك محمد سابق، لاعب الدوري السابق، لاعب منتخب وطني المغربي ولاعب سابق لفريق اتحاد طنجة للإطار الوطني. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة طنجة.